السلام عليكم واهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. من حوالي اسبوعين ذكرت لحضراتكم في فيديو كان بعنوان ادله جديده على وجود اطباق طائره وكائنات فضائيه، وعرضت لحضراتكم اكتر من فيديو. كان البعض ممكن بيشكك في الفيديوهات، ولكن في فيديو كان واضح وصريح جدا كانت مسجلاه البحريه الامريكيه. On a pitch black night off the coast of California, newly leaked video allegedly shows one of the US Navy's stealth ships tracking an unknown object in the sky. And after a few minutes, splashed. Mark bearing and range. في ثلاث فيديوهات عندنا محدش يقدر ان هو ينكرهم، صدروا من الجيش الامريكي، كانت تسريبات على وجود اجسام غريبة، ومفيش حد قدر ينكر حقيقة الفيديوهات ديت ولا قال ان الفيديوهات دي كانت فيك او اي حاجة. والحقيقة ان الكونجرس كان عمال بيضغط على المخابرات الامريكية وعلى الحكومة الامريكية والبنتاجون بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، على ان هما يا جماعة عرفونا ايه موضوع بقى الاجسام الغريبة دي والكائنات الفضائية والأطباق الطائرة، احنا عايزين نفهم. وضغوطات شعبية كبيرة جدا في الشارع الأمريكي. ليه بقى؟ لأن غير المشاهدات اللي بقول لحضرتك عليها، اللي هي كانت من الناس في الشارع اللي بتصور وبتسجل، وكل حد يطلع يقول لا 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 دي فيديوهات متفبركة، دي فيديوهات معرفش ايه، إلا ان كان في الفيديوهات اللي طالعة اصلا تسريباتها من الجيش الأمريكي. طلع في يوم 25 يونيو 2021، امبارح، تقرير من المخابرات الأمريكية رسمي عن الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية. التقرير ده كان من 9 صفحات. التقرير بيذكر فيه وبيقول أنه ليس هناك دليل على وجود كائنات فضائية، ولكن خد بقى بالك، ولكن هناك مشاهدات غريبة جدا، وتم رصد أجسام غريبة، والموضوع ده بادئ عندنا من سنة 2004 لغاية سنة 2015. ده بالإضافة ان هم عملوا تقرير، يعني في نفس التقرير، من 2015 لغاية 2019. من 2004 لغاية 2015، ده الكلام ده هتلاقوه في شرح الفيديو، هتلاقوا ان تم رصد 144 جسم غريب بشكل مؤكد. ده طالع يا جماعة التقرير ده بقى بشكل رسمي من المخابرات الأمريكية، مش بقول لحضرتك هواة ولا جمعية الفضائيين ولا لا، ده كلام رسمي. والأول مرة تطلع المخابرات الأمريكية وتتكلم بتقرير واضح وصريح بالشكل ده، الموضوع فعلا زايد عن حده جدا. قالك ان من 144 جسم غريب ما قدرناش ان احنا نحلل غير جسم واحد منهم بس، ده كان عبارة عن بالون طائر. يعني ايه؟ يعني في 143 حالة تم رصدها بشكل مؤكد، الحالات دي كلها عبارة عن اجسام غريبة ملهاش اي تفسير. واتضح عندنا ان البنتاجون مشكل فريق من سنة 2017 مخصص بس لرصد تلك الاجسام، وال 144 80% منهم اجهزه الاستشعار عن بعد والرادارات الامريكيه رصدتهم. يعني الموضوع مش مشاهدات ولا تصوير، لا، هاي المخابرات الامريكيه مطلعه كده في التقرير بتاعها. 144 في 80% منهم الرادارات واجهزه الاستشعار رصدتها بشكل رسمي، وهتلاقي الكلام مره تانية موجود عند حضرتك في شرح الفيديو المصادر. يعني لو قلنا ان في اكتر من 100 جسم غريب تم رصده، ويقول لك بقى ايه؟ ان فيهم 11 جسم كان هيتم ما بينهم وما بين الطيارين الامريكان حالات تصادم كانت هتحصل. المدهش بقى ان التقرير بيحمل ان تلك الاجسام بتنطلق بسرعة غير عادية جدا، بتفوق حاجز الصوت، دي حاجة. الحاجة التانية انها ملهاش اي دخان. الحاجة التالتة ان بيقول لك ان مفيش اي تكنولوجيا موجودة على كوكب الارض بتخترق حاجز الصوت من غير ما تعمل صوت. يعني الطبيعي جدا اي طيارة مخترقة حاجز الصوت ممكن تكسر لك ازاز العمارة، تكسر لك ازاز البيت. طيارة لو هي ماشية فوق حاجز الصوت، مخترقة حاجز الصوت قريبة، هتكسر لك الازاز. قال لك بقى ان الاجسام دي بتخترق حاجز الصوت وبتمشي بسرعة عالية جدا وما بتعملش اي صوت خالص. والاغرب بقى من كده ان الاجسام دي دايما بتحوط حوالين اماكن التدريبات والقواعد العسكرية بتاعتنا، وده بيعتبر بيشكل تهديد للامن القومي. طبعا نائب وزير الدفاع الامريكي السابق طلع وقال ان دي تعتبر فضيحة كبيرة جدا للمخابرات الامريكية. ليه؟ لان ما ينفعش المخابرات الامريكية اللي بتصرف عليها مليارات مش قادرة تجزم ان كان في اجسام طائرة
بشكل يهدد الامن القومي واحنا مش عارفين ان احنا نحددها ولا لا. بس من الواضح جدا لما تيجي تبص كده في التقرير وتفنطه هتلاقي ان المخابرات الامريكيه عايزه ان هي تقول الحقيقه من غير ان هي ما تحط نفسها في الغلط. يعني ايه؟ يعني هو قال لك ببساطه ما عندناش دليل مادي او دليل حقيقي على وجود كائنات فضائيه. على فكره الكلام ده انا قلته من قبل ما المخابرات الامريكيه تطلع التقرير بتاعها، قلت لحضرتك في اكتر من فيديو اللي حضراتكم بتتابعوني، قلت لكم رغم ان انا شفت بعيني اجسام غريبه في السماء وطايره بسرعات عاليه وقبل كده وكلمت في الفيديو ده وفي شواهد كتيره، الا انه قلت لحضراتكم حاجه، قلت لكم مفيش دليل مادي يقدر يثبت. يعني ايه دليل مادي؟ يعني ان احنا نشوف كائن فضائي كده قدامنا واقف كده قدامنا بعينينا وبيتكلم، ساعتها ده كده دليل مادي. ولكن يجي يقول لك ايه، بس من الناحيه الثانيه في اجسام مجهوله تم رصدها بشكل حقيقي. الغريبه بقى ان انت لما تيجي تبص على الرؤساء الامريكان زي دونالد ترامب واوباما، باراك اوباما، هتلاقي ان هم اتكلموا في نفس الكلام ده قبل كده في فترات الرئاسه بتاعتهم. يعني دونالد ترامب في فتره الرئاسه بتاعته كانت سأل السؤال ده، هل في كائنات فضائيه وفي وجود اطباق طائره؟ رد يعني فظيع جدا. قال ايه؟ قال كده صراحه، انا ما اقدرش اتكلم الكلام ده حتى لاهلي والاسرتي لان الكلام ده محظور عليه الكلام، ولكن الكلام مثير جدا، الموضوع مثير جدا. بس leave office, will you let us know if there's aliens, because this is the only thing I really want to know. I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know, it sounds almost ridiculous, no, but it's actually the real question. It sounds I want like to know. A cute question, but it's actually there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? Oh. You'll take it? Well, I'll have to think about that one, right? أوباما لما جه في شهر مايو اللي فات في برنامج على السي بي سي احد البرامج التلفزيونيه وكانت سأل برضو نفس السؤال، قالوا له انت في اجسام فضائيه، اجسام طائره وفي كائنات فضائيه؟ رد عليها وقال لها المذيعه، قال انا اول ما توليت الحكم سألت السؤال ده وقالوا لي لا، ولكن في تسجيلات ومشاهدات سرية جدا. يعني معنى كده يا جماعة ان في عندنا شواهد وفي عندنا معطيات، مفيش برهان رسمي ولكن في معطيات بتبين الكلام ده. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved. Their trajectory. ليه الحكومة الأمريكية مش عايزة تعلن صراحة إن في أجسام طائرة؟ يعني ليه مش عايزين يقولوا صراحة إن في كائنات فضائية؟ ليه بقى؟ خد بالك الموضوع ده لو جت المخابرات الأمريكية كانت في التقرير بتاعها وقالت رسميا إن هناك دليل على وجود كائنات فضائية وأجسام طائرة، ده ممكن يحصل هستيريا جماعية مش موجودة في أمريكا بس، في العالم كله. يعني إحنا لو افترضنا إن إحنا 8 مليار نسمة، كم واحد من ال 8 مليار شغوف جدا بالموضوع ده؟ كم واحد لما يطلع تقرير رسمي من المخابرات الامريكيه وهي تقول رسميا ان في دليل على كده هيحصل هستيريا جماعيه، ممكن يحصل انفلات امني في بعض الدول، ممكن في امريكا نفسها. اذا اصلا ان هم يعلنوا بشكل رسمي عن الموضوع فده يعتبر تهديد للامن القومي، واصلا امريكا دلوقتي في الفترة الحالية هي مكثفة جهودها بشكل كبير، ده حسب التقرير اللي طلع، على ان هم يعملوا تحليلات اكبر واحسن واحدث على موضوع الكائنات الفضائية. بمعنى ان هم قالوا ان في مثلا على سبيل المثال من ضمن الاقاويل ان دونالد ترامب ده من ضمن الكلام اللي مش مؤكد انه هو بالفعل قابل كائنات فضائية. الكلام ده بص عايز تصدقه صدقه، ما تصدقوش ما تصدقوش، لكن التقرير الامريكي هو اللي طلع بحذافيره. الكلام اللي انا بقوله لك بتاع ترامب ده مش ضمن التقرير، ان في حصل معاهده ما بيننا وما بين الفضائيين على تبادل معلومات معينه، ده تقرير. ولما نيجي نبص على مثلا هيلاري كلينتون، هيلاري كلينتون لما كانت مرشحه نفسها في الانتخابات الامريكيه كانت قالت صراحة ان انا لو توليت الحكم هضغط على المخابرات الامريكية عشان يقولوا لنا كل الحقائق عن الاطباق الطائرة والكائنات الفضائية. انا مش بحكي لك عن حاجة، انت لما تيجي تبص مش بحكي لك عن حاجة غريبة، ده انت لما تيجي تبص النهاردة افتح كده نيويورك تايمز، سي ان ان، الواشنطن بوست، كل الصحف العالمية بتتكلم الموضوع ده. ده مش كده وبس، كمان
بل ان نائب المخابرات الامريكية السابق قال احنا على علم بالموضوع ده من فترة طويلة، وان عارفين ان ايضا روسيا والصين عندها فرق للابحاث خاصة بالموضوع ده. يعني الموضوع بجد، الموضوع مش هزار. ده التقارير زي ما قدام حضراتكم. المثل بيقول العيار اللي ما بيصبش يدوش. ممكن ناس من حضراتكم بيقولوا لا ان مفيش كائنات فضائية ولا في اطباق طائرة. انا عن نفسي متأكد 100% ان في، رغم ان مفيش دليل ثابت ولا في دليل واضح، ولكن الشواهد بتقول كده. شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، واشوفكم على خير. سلام عليكم.